الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. تيرك كوبات وأركان إيمانك كم إذا وحوي إن الإله هي رميسد. لو قال لك قائل كيف أؤمن بالله؟ هدي أحد كبير هذا السين إله الرمينايا. تقول تؤمن بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. وحال هذا وحال الرميني سا إلهي ربوبية ديسا هي ألوهية ديسا هي أسماء ديسا هي صفات ديسا. وتؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. سيدوك لوحة الرميني سا إلهي جريتان كيسا لأنه وحا جردد عن الرميني إلهي جريتان كيسا. ما الأدلة على وجود الله؟ ما حد دليل إلهي وجود أدلة كثيرة جدا يمكن أن نجمعها ونلخصها في أربعة أدلة نجملها. أدلة إلهي تريتان كسر قطوس أدب أفر بلنتها وحن كسر كوبي كرنا أفر. الأول العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذه المخلوقات الانتظام البديع في الكون إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. دليل كوبات ودليل كعقل جاه قف عاقله مر ميسنكر عالم كان يسدى أصعد يسدى أو مستميسين يعني إن أوسنشيرن إله أبو ري أوسيدا كده يقول أوسنشيرن مرة ما يسنكروا. نعم الثاني الحس تكون في كرب شدة ترفع يدك للسماء تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا بالغيث ينزل هذا دليل محسوس ملموس ترى بعينك. دليل كلبات ودرنك أما وحيامها الأركي كرا وكم تهايقفك مركو إلهي بريء وأجيبه النبي عليه الصلاة والسلام قاموه كرؤ تهاجي رب إلهي كبري مركي استسقاء لويدي رب كنا وسود إسلام مركي إلهي عجيب. نعم الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. دليلك سد هذا وحوي دليلك فطرة أما قلب إلهي وقفك كأبوري والرميسية هاي شريتانك إلهي. الرابع الشرع والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والله أعلم. دليلك أفراد ودليلك شرعي وكتابك السنة آدي وفر بدن أو قرآن إيه سنة إنه شيئا والله أعلم.